فباقي الافراد واخر تبقى حتى بليلتنا الرابعه كنا عم نتامل انا وياكم احبتي كيف نتحسن او نتحضر لمجيء الرب بدءا بالتجديد والتقديس اللي اعتبرنا نفسنا نحن بيت الله نحن كنيسته يسوع ما بحب يقعد بالجار بحب يجعل من قلبك مكان لإله تتمنى بالبشاره لزكريا هالامل اللي رجع اعطانا اياه كيف بنصلي وبننتظر خلاص الرب تتمنى مع العذراء كيف نوضع حريتنا بتصرف الرب لانه اكثر شيء بعرقل علاقتنا بالله هي ادعاءاتنا فلسفتنا الانسان اليوم متفلسف والمتفلسف ما بحياته رح يلقى بالله الله هو روح بسيط اذا بدك تعرفه مشان هيك طلب منا نكون مثل الاطفال الله قلت لكم بحب الطفل لانه هيمن والدخول لقلبه سهل كل ما كبرنا بتكبر تعقيداتنا معنا لا بقول الله يفهم علينا ولا بقول نفهم عليه بس بقول مثل التواضع الله منه بعيد عنا هذا اللي بنتعلمه من العالم عندما بشر الملك ما أحدث وراحت لبعيد دغري سلمت مع انه السر اكبر منها قلت له اللي دليله واللي خليها هالقد تسلم هي قوة ثقتها فيه رجع خلاص ما تقعد مع الرب تلقط كالكولاتريس وتعمل حسابات ما بتربح سلم وراح تشوف ما راح تكسب ولو كنت منك فاهم بس احكيه معه بثقة وهي الثقة بحاجة إلى الرب الإيمان أحبتي نتعلم نحن جاي كلمة كتير بسيطة جاي من الأمان بيقولوا شخص بأمن للتاني أمن لله على حياته وراح تشوف كل شيء بتأمن له إياه ما راح يضيق راح يتضاعف وراح يرده كله لخير أمن وعرف الرب ما تقول صليت والله ما استجاب ما تقول صليت والله ما سمع او ما بحبني ما بشك دايما افهمها الحقيقه لما بتصلي الله سمع بس وقته غير وقتك ما تجبره بشيء هو بيعرف خيرك بس انت صلي وافتح له قلبك مثل عذرا وامنه من هالبيت الأب اللي جاله ترديف مرة كان عم بيقدس هون بكندا كان عم بيقدس بمرعى فوتبول كان في القداس فوق 40,000 نسمة كان الرب عنده موهبة الشفا حلوا له لهالملعب المخلعين والكرسيين وزوين العيدان كل من أصابته هالدنيا بأهلها وأمراضها في مرة جايبة ابنها على الكرسي مشلول كان يصلي هالكاهن وكان عنده عطيه من الله يعطيه موهبه المعرفه روح لقيته سيره لشيء بخص المؤمنين وبس اجي الفكره يقراها اولى فلان عم بحس هيك يحمل عليها جسمه عم بحس هلا بلحظه الرب عم يشفي صارت هالام يعني جايبه ابنها على الشازلون ناطره كلمه من الله بواسطه الكاهن بخص ابنها وما كانت تجي خلص القداس ولا ابني قاعد عم يصلي فل الابونا وفلوا الناس وهي قاعد عم يصلي وصل لعند حارس الملعب قال يا مدام اذا بتريدي بدي تظهري لانه بدي سكر هذا مكان خاص منه مكان عام قلت له بدك تسكر الملعب سكر انا نوم بيسوع مش نزل قال اسال وتعطى اطلب وتجده ماني حالي عنه الا ما ياخذ بديه ما خلصت الكلمة كان ابنها فز على الكرسي بلش يمشي
حط الله التحدي، تحديني هنا وراح شوف الرب بيقبل التحدي. ما بتجرح، بحب يشوف فيك هالسر. احنا بنصلي وبنبقى مترددين، مش هيك بنعرف منيح. حط مخك فيه وقول له مش حيلل عنك الا ما اخذ بدي. رب امي من قلبه بيعطيك لانه بعيد. انا لما كنت صغير انا ابن عائله فقيره، كنت قله اطلب شيء منه لبي، كان اذا معه جبني، بس اذا ما معه يحطه يفرق بالبيت. طب بس يصير معه ما شوفه الا جيب لي اياه، وتبقى فرحته اكثر من فرحتي. البي بيمسك يعطي بيت، هذا اله. ما تفكر بس اذا الرب طلب منك بمطرح وما استجاب دغري، عنده حكمه. ساله ليه؟ بصلاتك ساله، مشان هيك قبل ما تعرض مشيئتك على الله تقول له هيك بدي وهيك بدي، ساله شو مشيئته له؟ كيف هو بفكر؟ قال له انا هيك بفكر، بس خبره انت كيف بتفكر؟ وكيف وقتك؟ قال له ذكره، قال له انا صليت لك وطلبت منك، ليش ما استجبت؟ عنده حكمة، ودائما حكمته هي خيرك يفيدك مش قهرك. مشان هيك ما تشك بحبه لك، ما تشك انه ما رح يحبك او الله ما بيسمعك او منك اهل. ليش مين فينا اهل؟ الله مش لانك بتستحق بيعطيك، لان حبه لك مجاني بدون شرط. بس بده منك شغله واحده، توثق فيه، تأمن له، هذا الإيمان. تلاحظوا كل اللي التقى فيهم الرب على الدرب، كان يسألوا سؤال واحد، الأعمى، قالوا تؤمن إني بقدر أشفيك؟ قالوا نعم مؤمن، قالوا إياك لك حسب إيمانك. هذا الشرط. وفي مطرح بيقول عنه الرب في ضيعة فات عليها، ما قدر عمل فيه عجائب لأنهم لم يؤمنوا به، وهي الله. مشان هيك مش الله ما بده يعطيك، انت لانه الايمان مش عم تفتح له. هذا كيف عم خبركم عنه؟ قاعد تدق عندي عتمه وعندي عتمه والشمس برا ضربه، وقاعد تدق على الشمس انه ما فيها نور، فيها نور، افتح له. كل ما بتصلي الله بيبعت نعمته، بس قلبك المسكر، قلبك اللي ما بيوصل، قلبك اللي بشك، قلبك اللي مليان شر ومسكر له الله، لا بتعترف لا بتصلي. مشان هيك قلت لكم ما تفكروا الله عم تدفع له تاخذه. الله بده محبتك بس، فرجيه انك بتحبه وتوثق فيه. السما بدك تشطيه على راسك. خبركم خبريه من العهد القديم، النبي دانيال كان نبي كثير بحبه لله، وكان كثير مقرب له. وبتشوفوا السفر طبعه فيه من الحنان والعطف، لانه اتصف فيه من النبي. بفتره من الفترات كفر الشعب وشط عن الطريق، بيترك الشعب النبي دانيال وبيطلع بيقعد بهونيك مبارك وبيصلي. بعد 21 نهار صلاه بيظهر له الملاك جبرائيل بيقول له طب نفسا يا دانيال، صلاتك قد استجيبت. اسمعوا هالكلام، صلاتك قد استجيبت، يعني من لحظة صليت الله سمع. إنما بقيت 21 يوما حتى استطعت الوصول إليك، لأن ملك فارس أعاقني. تأملوا لما بلش يصلي الله سمع وبعث الملاك، لكن ما أنتم ما بتعرفوا. بيقول مرقولوس كل مرة بسفر تسليات الاشتراع، يا ابني عندما تتقدم الى خدمة الرب فاعبد نفسك للتجربة. انت بتتحرك لتقرب لله، والشرير بيتحرك بده يعلقلك صلاتك، بده يخربطها، بده يشوش عليها. ما تخاف كف الصلاة، قاله اعاق الملك فارس، لو لم تثبت على الصلاة لما استطعت الوصول اليك، قال له الملك جبرائيل. زرع على الشعب صلاتك استجيبت الشعب تاني. مشان هيك هيدا كنت عم حاول اتأمله أنا وياكم مع زكريا. صلي، بيقول الرب، صلي ولح في الصلاة، لش، صلوا ولا تمنوا.
وما تحيد عن الله، دايما ذكره انا طالب هيك، رح يبعثك الرب اكثر بكثير مما انت بدك. ليلي بدي اتامل انا وياكم احبتي زياره العذراء لالي صلاه. كمان هذا حدث يسبق الميلاد. شو بقرا فيه؟ يسوع مش بس انك تستقبله، يسوع انك توصله. والا بكون اناني. مين فينا بشكل يسوع؟ نحن بنفكر اني بوصل يسوع اذا روح الجامع ودرس يهود وتخصص عن مشاهد الله. مش عايز يشيلك يا الله. خبرت مره خبريه كنت بعدني ابونا جديد، كنت اسقي. وكنت اخذ مبدا على نفسي اني انا ما بوعظ اذا انا ماني فاهم. لان الوعظ مش بس اني عندي خمس دقائق او 10 دقائق بس هيك سمع حكي للناس. بدي انا افهم تفهم العالم. بيوقع هونيك احد نص بين يدي للانجيل ما كنت افهم منه شيء. لما بيقول يسوع هذا الجيل الشرير يطلب ايه ولا يعطى الا ايه كما كان يونان في بطن الحوت. صرت اقرا واسهر وبقرا. يا رب ساعدني بس لحتى بكون خمس دقائق اقدر احكي الناس بس فهمهم اللي بدي احكيه. صرت ليلتها للساعه 1 بالليل. قدرت شلت وعظه من خمس دقائق. قلت ما بدي اقدر بس هالخمس دقائق على القليله انا فهمان بقدر افهمها. تاني نهار درست وعملت وعظه وخلصت وفيت على السكرسيه بيلحقني زلمه. قال لي ابونا بدي اشكرك. هيك بيني وبين نفسي قلت انا يمكن بالوعظه الله لمس قلبه شيء. قلت له خير؟ شو بدك؟ قال لي ابونا قدست اليوم من قلبي. قلت له ليه؟ قال لي لاني شفتك صلبت ايدك عم وجهك بتتخلى. واقف انا هيك بقيت قلبين بعض وجهي. طلعت بيسوع قلت له صدقت الى الوحي لله. لكني انا مقدر. ما عملت له شيء وعظه، لكن ربنا وصلت صليب ايد على وجهي. ما بتعرف الله كيف بيوصل. ما تفكر بافكاري وبذكائي بوصل لك الله. الله عباله يعبر من خلالك وعباله انك تحبه للاخر. بس مش بالضروره بالكلمه. مش بالضروره بالافكار الحلوه وبالكلام المنمى. الله ما بتقدر تتكهن كيف بيروح صوب الاخر. راحت مادري تريزا على الهند. اذا بتعرفوا قصه حياتها ولا مره تركت وراها لا وعظه ولا كتاب ولا محاضرات. ما حكي. قلبت الهند عملته مسيحيه. أول ما وصلت على الهند كان عندها خيمة كبيرة تطلع أكبر من الكنيسة مثل برتوار طويل وكانت حاطة فيه تفوت ما كان عندها هاي كانت إمكانية. راحت على الطريق عم تتمشى قد ما كان في درجة من الفقر الموجودة هنيك ما بتخيلها بعالم. بتلاقي أبرص مكبوب على الطريق له 8 أشهر ما حدا بيلتفت فيه. وبتعرفوا البرص هو أبشع مرض ومعدي بشكل ما له مسيح. لقطته وحطته على كتافه وحملته راحت فيه على الخيمه. كبته بالمغطس وراحت تحف تامل وبين اشهر مش شايف نقطه ماي. تغسلوا تغسلوا تحت رجع يضل. كبت له ادويه على روحاته. لبسته البيجامه وحطته بالتخت. صار يبكي. قال لها شو جابك تعمل فيي انت؟ قلت له بحبك. قال لها بتحبيني؟ اهلي اللي بحبوني بس عرفوني ابرص كبوني على الطريق. ليه بدك تحبيني؟ قلت له بحبك. قال لها بتعرفي اذا بنقول لك هالمرض شو بصير فيكي؟ قلت له مش فارقه معي بحبك. قال لها بتختي ليه بتحبيني؟ قلت له النهار بتتعرف على اللي قاعد فوق بتعرف ليه بحبك. خبت عن الله مش بالوعظ عشت. وصل يسوع لهم نهار اللي جاتي طلبوها بألبانيا لأن هي أصل ألبانيا. قالوا لهم الهنود بتاخذوها على جبهتنا. عملوا لها مقتل رؤساء الجمهوريات ما بينعمل. عشقتهم بيسوع بيعبدوني هم ليسوع بالهند من وراء مادر تريزا. خلت الرب يزور هالبلاد يوم ما كان حدا سامع باسمهم. أسبوع الزيارة العذراء بتعلمني احمل يسوع وروح بالحب للناس. ما تتصور لمحبة شو بتعمل. يوم من الايام راحت على مكتب كان باعت
لعنده عيسى. راحت لعنده وحتى لي تقطع فيك الطيارة هي ورهبتين. لما عطيتها سعر بنتك الراهبة السندتات طلعت فيها بتواضع قلت لها بس ما معي حق. قلت لها أنا بقدر أعمل لي خسر حوالي 15%. ما من خوفي أكثر. عملت لها حساب طلعت لها حساب بعد الخسر قلت لها كمان ما معي. قلت لها طيب ليكي إذا بعثت لك الرهبان كان مسروق جدي وشي بحق التيكت. قلت لها طعمي طب طولي بالي. فاتت عند صاحبة الأجونس قلت له إذا بتريد عندي رهبة برا طلع لبرا هيك شافها عيطت على فوتي. قال لها بتتذكري كان في حرب هونيك بين الأهليات من بعضهم. هي أول ما وصلت على الهند كان تشتري بالمستشفى. قال لها بتتذكري كان في شخص بدهم يقتلوا له اجره لان كنت منصاب بالحرب وقفت بوجه الحكيم قلت له قلتيله اذا بتقتلوا اجره بتقتلوا اجره ودفعت عني وخليت الحكيم يعمل عمليه واليوم انا بفضلك بعدني عم بمشي. قلت له هذا انت؟ قال لي ايه هذا انا. قال له والله طالما انا حي وطيب كل رهباتك ورهباتك بتسافر على حساب الفرن ما بتدفع. غريب رب شو ممكن يعني ما بعرف الحب شو بيغير بحياة الإنسان. أول شيء نعم إن بحب الله حس إنه والله بيحبك وعيش الفرحة معه وأكد طيب نهار بتحس الله معبى قلبك بالحب روح بهالحب بيوت كتير عايزينك بضحكتك هيك بكلمتك الحلوة بوقفتك حد شخص مش مطلوب منك أنت من هيك ممكن تعمل فيه عجيب لأن بيعملوا الله بواسطة محبتك ونوايات الطيبة ما بيقدروا يعملوا أقوى الهنديين. بس بدي أطول عليكم على بكرة أخبركم شو عملت مادة تريزا بالهند باليمن يعني ما بيقدر أقوى اليهود اليوم يعملوا. لكن بترك الزويد اللي حكيت أحبه بين إليكم نتعلم مع العذراء أن نحمل الله إلى الآخرين بمثل حياة بشريتنا إلو المجد للأبد. أمين. Look at that.